وبعد فرد مؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم آمين. بالمعجزات أيد تكرما وعصمة الباري لكل حتم ربنا عز وجل أيد أنبياءه بالمعجزات تصديقا لهم والمعجزة قائمة المقام قول الله جل جلاله صدق عبدي فيما يبلغ عني وعصم قلوبهم عن المعاصي من سن صغر فأشار المؤلف رضي الله عنه بهذا البيت إلى هذا المعنى المعجزات تؤيد تكرما تصديقا لنبوتهم ورسالته وصدقه يظهر خوارق العادات على أيديهم مطابقة لدعواهم معجزة للمعارضين ولولا ذلك لما وجب قبول أقوالهم ولا الاقتداء بأفعالهم وأحوالهم ولما بال الصادق في دعم النبوة والرسالة من الكاذب وأشار بقوله تكرما أي تفضلا وإحسانا من غير إيجاب ولا وجوب إلى الرد من أوجب علي تعالى المعجزة كما أوجب علي الإرسال وإن لا بطل الإرسال وهو قبول قول الرسول والتكليف الذي جاء به لعدم مصدق له على دعوة وهو مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين الباطنة إذ لا يجب عليه تعالى شيء لأحد من خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ثم قال وعصمة الباري لكل حتم الباري هو الخالق العظيم وهو ربنا جل جلاله قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وعصمة الباري لكل حتم أي لكل واحد من الأنبياء والملائكة دون غيره من الأوحاد حتم أي في الاعتقاد على كل مكلف من كل ما ينقص مقامه من حركة أو سكون أو قول أفعل والعصمة الوطن معناها المنع واصطلاحا أن لا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره وهو معنى قوله هي لطف من الله تعالى بالعبد يحمله على فعل الخير ويزوره
وأزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. هذه صفة الأنبياء. لعلو مقامه عند ربنا جل جلاله، وأنه من خواص البشر قصمت قلوبهم من سن الصغر وحفظت بحفظ قوي متين تأييدا في دعواه فيما يبلغون عن الله عز وجل، فيفترض علينا تصديقه بلسانه وتبليغه وأمانتهم لنكون الفائزين بلقائه سبحانه وتعالى. ونسأل جل جلاله أن ننسخنا الاقتداء به وأن يعطف قلوبه علينا لنكون من خواص أتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربك رب العزة والناس سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.